وفي نشرة سابقة أكد سعادة السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الأولوية للتوظيف هي للمواطنين البحرينيين، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أي طلب يأتي لتوظيف عمالة أجنبية إلى هيئة تنظيم سوق العمل في أكثر من 500 وظيفة، إذا طلبت هذه الوظائف يتم إيقاف الطلب مدة أسبوعين وإعطاء فرصة لوزارة العمل لكي تعرض على صاحب العمل مواطنين بحرينيين مؤهلين لشغل هذه الوظيفة، فإذا لم يتوفر تم إصدار تصريح العمل للأجانب. وهذه المبادرة بحسب ردود الأفعال التي تأتينا من خلال وزارة العمل أثبتت نجاحا كبيرا خلال فترة قصيرة. المبادرات تتغير وتتطور بحسب معطيات السوق، ولكي نضمن أن الأولوية دائما تكون للمواطن البحريني.